انا حبيت اتبرع بالدم يعني وقتها دونيس ما خدها مش هن دعيون انا بعتنهم بليز انه بدي انه اتبرع بالدم وهيك تم على رفيقتي شي هاد كانسر وكنا عم نلاقي صعوبه انه نامن له دم سو وقتها كنت اول حدا بتبرع له كنت هي اول حدا حكينا المره حالتها خطره حكينا جوزها واكيد انتم حكيتوني يعني عن طريق يعني حكينا عن طريقكم وبلشت رحت عم اتبرع مسجل اسمي خبروني انه في دم من نادره فحسيت انه اتس ديوتي انه لازم اذا حدا تلفن لي اعطي من دمي لانه شيء منيح للجسم صارت معنا حادثه انه حدا من عنا من البيت عز دم فعرفنا شو يعني انه الواحد يكون عايز urgently دم ويكون ما عم يقدر يلاقي مين يتبرع له سنه مثل ننشر الكلمه